زي ما شفنا في التقرير وزي ما كلنا عارفين مفيش بديل عن الفوز، وزي ما برضو احنا عارفين ده قدر الاهلي. احنا بنخلص بطولة بننافس على واحدة تانية على طول بعدها، مواجهة الدوري القادمة كمان تحديدا نتكلم ان هي مهمة جدا للاحتفاظ باللقب المحلي للموسم السادس على التوالي. عندنا مباراة مهمة جدا وادي دجلة، وهو منافس قوي رغم مركزه لو هنتكلم في جدول المسابقة، الا انه برضو عنده دوافع قوية جدا للفوز وهي الهروب من الهبوط. على كل حال خلينا نتكلم في كل التفاصيل دي مع كابتن إيهاب المصري مهاجم المقاولون العرب السابق، واللي بقاله فتره ما جالناش في 10 الصبح، بس هو منورنا النهارده. صباح الخير، وايه الغيبه دي؟ صباح الخير عليكم طبعا. صباح الخير يا مهندس. صباح الخير. صباح الفل عليك يا كابتن إيهاب. وطبعا سعيد جدا بتواجدي معاكم، وبتشرف طبعا بتواجدي معاكم في قناه الاهلي. بنسعد وبتنورنا بوجودك معانا دايما، اهلا بيك. وطبعا اكيد بقى هنتكلم معاك كتير سواء عن اللي فات رحله الاهلي في الحفاظ على الصداره واللقب مبدئيا، واكيد هنتكلم برضو في اللي جاي ابتداء من النهارده. يعني ماتش النهارده برضو اكيد يعني ماتش مهم من كل النواحي، وزي ما نهاوند كانت بتقول فعلا ان فرقتين يعني او هما كمان عندهم حافز قوي ما يقلش في قوته عن حافز النادي الاهلي مع اختلاف الوضع. الاهلي بيسعى للصداره من جديد، وهما بيسعوا لعدم الهبوط، فده هيخلي الماتش قوي من وجهه نظر. طبعا يعني في البدايه طبعا هو ماتش صعب جدا، ماتش مهم جدا للفرقتين، كل فريق داخل بدوافع مختلفه. النادي الاهلي يعني مواصله المشوار للوصول للقمه، الموقف الطبيعي النادي الاهلي المعتاد يعني عايز يوصل للصداره مع مناصفه مع نادي الزمالك 61 نقطه، فمكسب النهارده هيفرق كتير جدا مع النادي الاهلي. وادي دجله بيفكر بطموح تاني ودوافع تانية، عايز يهرب من شبح الهبوط طبعا، يهرب من دوامه الهبوط، يعني اللي هي مش مكانه ولا وضع النادي وادي دجله بالامكانيات الكبيره، الامكانيات الفنيه اللي موجوده عند لعيبه وادي دجله، عنده لعيبه على مستوى عالي في الفرقه طبعا. فمش هي دي المكانه اللي يستحقها وادي دجله. فماتش صعب جدا على النادي الاهلي. النادي الاهلي محطوط تحت ضغط دايما، اللي هو زي ما قالت كده مثلا هواندا عايز يكسب، عايز يعني بيطلع من بطوله، خد بطوله افريقيا، لا خلاص انا نسيت بطوله افريقيا. الجمهور خلاص يعني الجمهور لو نفتكر بعد ماتش نهائي افريقيا نسي بطوله افريقيا خالص ومركز في الدوري، عايز الدوري، هيخلص الدوري عايز الكاس، هيخلص الكاس عايز سوبر افريقيا، خلاص بينسى البطولات بتعتبر في النادي الاهلي بتخلص، بيفكر في اللي بعدها. وده يعني زي ما بنقول ايه مصير نجوم النادي الاهلي ومصير لعيبه النادي الاهلي، والانديه الكبيره دايما بتبقى محطوطه في الوضع ده، فبيبقى دايما محطوط تحت ضغط المكسب تحقيق البطولات طبعا. فده اللي بيخلي الامور تتصعب على لعيبه النادي الاهلي، بيبقى مطالبين دايما بمكسب، انت مطالب دايما ان انت تحقق المكسب على طول، غير كده بيبقى انت في خساره ده. فالنادي الاهلي النهارده اعتقد مستر موسيماني داخل بتركيز كبير جدا، عارف اهميه اللقاء، عنده غيابات مؤثره، عنده غيابات مؤثره، النهارده في بدر بنون مش موجود، ايمن اشرف ده غير السداسي، غير السداسي يعني بس عنه. صلاح محسن اعتقد هيكون متواجد في القايمه، امبارح كان متواجد، بس في اكرم، في طاهر، في الشناوي طبعا، فاعتقد غيابات مؤثره مع بدر وايمن. فاحنا بنتكلم مثلا في الاثنين اللي هم محاور قلب الدفاع اللي بيلعبوا بقالهم فتره كبيره مع بعض، فالنهارده ممكن نشوف ثنائيه ربيعه مع ياسر ابراهيم ما شفناهاش من زمان، بس الاثنين برضو يا ياسر من اللعيبه الرجاله، اللعيبه اللي بتبقى موجوده بشكل كبير جدا، حتى لما تيجي من قعده دكه كبيره وتيجي تلعب بتبقى بتأدي بشكل كويس جدا. رامي ربيعه ادى الماتش اللي فات في ناحيه اليمين، كان على قد ما يعني على قد مجهوده وعلى قد ما عرفته بالمكان، لان رامي مش مكانه، بس اداه بشكل كويس جدا. النهارده مركز قلب الملعب او خط الدفاع عندنا هيبقى في سرعات عند رامي وفي سرعات عند ياسر، عشان في خط هجوم وادي دجله، والسرعات والمرتدات اللي هيلعب عليها وادي دجله، لان وادي دجله النهارده هيعتمد بشكل كبير جدا على المرتدات، عنده مهاجم واعد اسمه احمد عاطف بيأدي بشكل كويس جدا، هيبقى مصدر خطوره للنادي الاهلي. فاعتقد برده من حسن حظ مستر موسيماني وجود ايمن، وجود رامي ربيعه وياسر ابراهيم، عندهم سرعات، عندهم قوه في الالتحامات، فممكن تقلل الخطوره شويه اللي كانت موجوده على النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، في اي سرعات كانت بتقابل النادي الاهلي في الجزء الامامي كانت بتشكل بعض الخطوره عليه. طيب. انا عايزه اروح معاك برضو كابتن ايهاب شويه لبعض الكواليس. يعني احنا بنتكلم طبعا بان دلوقتي الاهلي ما فيش رفاهيه خالص، ان انا يعني انا داخل عندي ميشن 8 مباريات 8 خطوات وعايز اخلصهم وعايز انهي القصه بقى. ولكن مباراة ورا مباراة برضو بيبقى في كواليس مش معلنة، بيبقى في يعني خليني أجيبها إزاي، يعني في بعض النقاط كده
بيتم التركيز عليها، اللعيبه اللي بيتم التركيز عليهم او الاعتماد عليهم خلينا نقول. فلو احنا هنتكلم بلسان باتشو موسيماني من وجهه نظر حضرتك برضو، ازاي هتشوف ان هو هيلعب النهارده امام وادي دجله؟ وبعد كده هنتكلم بقى في المباريات اللي فاضله، لان كل مباراه ليها تفصيله وليها كواليسها وليها رؤيتها. فخليني اعرف حضرتك، هو خلاص برضو هيعتمد الفتره اللي جايه كلها مباراه كوس، ما بتقبلش الاسم على اتنين. انا يعني انا ههاجم في كل اللي جاي من اول دقيقه، انا مفيش عندي غير ده، ما عايز اكسب. هو هدفي الوحيد انا عايز اكسب، التعادل مش في صالح اي خساره، اي نقطه بتخسرها في مصلحه يعني نادي الزمالك عشان هو منافس ليك على القمه، فانت دايما عينك على المكسب، عايز تكسب بس. يعني بنتكلم في 4-2-3-1، بنتكلم في رؤوس حرب، ما ده هنتكلم هتكلم مع حضرتك فيه برضه. احنا دلوقتي النادي الاهلي لما بعود يعني التشكيل اللي هيلعب النهارده عامه هيبقى اعتقد هيبقى محمد هاني ناحيه اليمين، وايمن وياسر ابراهيم ورامي ربيعه، علي معلول، ديانج والسولية في نص الملعب، قفشه، كهربا، حسين الشحات، محمد شريف. انت دلوقتي القوه الهجوميه الكامله للنادي الاهلي. كهربا بيأدي بشكل كويس بقاله 3 ماتشات، يمكن اخر ماتش كمان بدا يوصل لكهربا جزء شويه من اللي احنا عارفينه عن كهربا. مش هو كهربا برده لسه عنده احسن وعنده افضل، بيشتغل على نفسه كتير الفتره اللي فاتت، بيجتهد بيحاول، فعشان كده ربنا كلل مجهوده الماتش اللي فات، احرزه هدف بشكل كويس قوي، اتحرك بشكل كويس جدا، عمل اسيستات كتير جدا في اللقاء، كان بيتحرك بشكل كويس. فاعتقد ان مستر موسيماني هيلعب بالقوه الهجوميه اللي عنده كلها من اول اللقاء، عنده مع عوده بواليا للتهديف كمان، دي ثقه كبيره جدا هتدي ثقه لمستر موسيماني اللي هو يعتمد عليه في اوقات كتيره برده في اللقاء، لان ممكن في ماتشات دجله النهارده برده يهمه اللي هو يخرج ببونت، ففي ماتشات ممكن لو ما يعني ما احرزتش هدف في البدايه بتصعب عليك المأموريه، لان يعني لازم ماتش زي النهارده مع وادي دجله هدف في البدايه بيريح الامور شويه، لازم لعيبه النادي الاهلي تحاول تخلص اللقاء بدري عشان يبقى في اريحيه بعد كده. بس احنا قلنا في الانتاج الحربي وما حصلش في البدايه، كان سببه ايه برضه؟ ما هو بعد بطوله افريقيا طبيعي المستوى ينزل. لان اللعيب بيكون وصل لنهايه افريقيا بيوصل لكل يعني اعلى معدلاته الفنيه والذهنيه والبدنيه وكل حاجه، التركيز بيبقى عالي جدا، فبعديها بتلاقي الكيرف طبيعي لمستوى اللعيبه، في لعيبه كتير يعني بس في فرق بين ينزل وبين يسقط تماما. يعني ده انت لو لعبت بربع الامكانيات اللي كنت بتلعب بيها فرق افريقيه اكيد هتعمل شغل عن اللي شفناه في بعض الاحيان، في بعض الاحيان بس بتكسب، ودي الفرق الكبيرة ودي الفرق الكبيرة اللي هي حتى وانت مش في حالتك الفنية والبدنية والذهنية بتعرف تكسب وتعرف تخلص الماتشات في أصعب الظروف. يعني انت في ماتش الانتاج قدام يعني النادي الأهلي نادر جدا من ساعة ما انا يعني بقيت اتفرج على كورة ومتابع للكورة ان هو يكون كسبان 1-0 ومسيطر على اللقاء ويرجع يتعادل ويتغلب، يعني يتأخر بهدفين. دي كانت غريبة جدا، من الحاجات الغريبة او النوادر اللي كانت بتحصل في الكورة، لكن قدر يرجع بخبرات لعيبته، بروح لعيبته في الملعب، حتى اللعيبه ما كانتش في حالتها الفنيه العاليه بس كان في روح. من ضمنهم على فكره بمناسبه الكلام برضو، انت كنت بتتكلم من شويه على حسين الشحات جزء كده من الكلام الشحات. وفي جزء تاني كنت بتتكلم على بواليا، الاثنين دول طبعا من اللعيبه التقال المحترمين جدا بطبيعه الحال، بس انا بكلمك على فكره الانتقادات وبالتالي الضغوطات اللي الاثنين دول اتعرضوا لها لفترات. يمكن حسين لازم نديله حقه برضه، حسين الفترة اللي فاتت هو من أهم عناصر النادي الأهلي ومن أهم لعيبة النادي الأهلي، طبعا بيأدي بشكل كويس طبعاً جدا، بيساهم في مكسب النادي الأهلي بشكل كبير جدا، اتعرض لانتقادات رهيبة، اتعرض لضغوط رهيبة جدا، لبعض الأحيان كان في تطاول من بعض الأشخاص، لكن حسين راجع نفسه وركز مع نفسه وقفل على نفسه كل السوشيال ميديا وركز في ملعبه بس، اجتهد تعب فربنا بيكافئه. هو اللي بيعمله حسين دلوقتي هو الصح، اللي بيعمله كهربا صح. بواليا برضو نفس الكلام، بواليا اتعرض لهجوم كبير جدا، بس انا خلي بالك يعني انا من الناس اللي كنت مقتنع ببواليا ولا زلت مقتنع بيه، يعني انا بعيد عن الهدفين لا انا مقتنع ببواليا جدا، يمكن في ناس عارفه كده وفي ناس بتنتقدني وبتقعد تقول لي يعني انت كنت راجل يعني مهاجم. يعني منذ اختيار باتش موسيماني لوالتر بواليا اللي هو كان هداف اصلا الجونه وكان رائع جدا بصراحه، وان هو يجي النادي الاهلي ولم يوفق في البدايه، حضرتك من اللحظه الاولى وكنت برضه مقتنع وشايف ان هو يجي منه، لان انا شفته في الجونه وانا ما بقيموش على ماتش او ماتشين، لا انا شفته في ادائه في الجونه، شخصيته في الملعب عامله ازاي، الاهداف اللي كان بيحرزها في الجونه بالنص فرصه كان بيجيب هدف،
تحركاته كان ليها شكل كبير جدا. ماتش اسوان انا لو ما كانش جاب جون في ماتش اسوان ما كنت انا كنت هبقى يعني مبسوط وانا بتفرج على بواليا، لان كان ليه شكل في الملعب، كان ليه تقل تحركاته، واقف على كورته صح، بيطلع لعيبته صح، في اوقات كتيره كان محطه مهمه جدا، كان في اوقات بيعمل الباص صح، التوقيت بيتحرك، بيسحب الفرقه ازاي، بيعمل فاول قدام عشان وسجل كمان ما هو سجل عشان هي ده المهاجم بعد طول غياب. ما انا اقول لحضرتك حاجه، المهاجم هدف مع هدف الدنيا بتمشي، فبواليا كان محتاج كده، ممكن النهارده ربنا يكرمه كمان بهدف هتلاقي الدنيا خلاص مع بواليا. بواليا الدنيا صحيح. واللي والحاجه المهمه بقى كمان العلاقه اللي ما بين المهاجمين وبعض. مش انا جبت انا كاهاب مهاجم استاذ كريم مهاجم فهيبقى في يعني في ضغينه او حساسيه ما بيننا، لا انا بتمنى لك الخير وانت بتتمنى لي الخير. ما عندناش الروح دي بجد، الموضوع مهمة. ده واضح. انا شفت يعني انا فرحت يعني. جدا لما شفت محمد شريف هو اول واحد بيجي على بواليا طبعا دي، وشفنا العلاقه ما بين علي لطفي ومحمد الشناوي، كل ده روح جميله. انا اتكلم يعني. على نقطه المهاجم عشان انا مريت بيها. كان في مهاجم ممكن يزعل ان اهاب شغال وبيجيب جوان مثلا دي تضايقه، ما هو مش هلعب، ما هو لما اهاب يجيب جوال وشغال كويس انا مش هلعب، فسعري هيقل، مش طبعا دي حسابات اخرى لكن لو انا كاهاب شايف المهاجم اللي مكاني بيلعب وبيجيب اهداف ايه المشكله؟ اتمنى له بشريه في الاخر برضو يعني، بس لازم اشتغل على نفسي عادي، اتمنى له الخير عشان لما انا اتحط في نفس الموقف كبير. لا ما هو هي الدنيا مش هتفضل ثابته في مكانها، بتتغير المواقف وانا اللي هلعب بعد كده، فعشان لما اجي العب ربنا يوفقني عشان انا من جوايا مش شايل ضغينه بحد، فربنا يكرمني. فهي دي عامه ده لازم ناخدها مبدا في الحياه. صحيح. يعني لازم نكون راضيين بكل حاجه. هي لسه نفسيتك كويسه هي دايما اللي بتكمل على فكره يعني. فالحمد لله يعني. خليني بس لو تسمح لي كابتن ايهاب نروح اللي احنا معانا دلوقتي لايف فيو وكواليس مقر اقامه الاهلي قبل مواجهه وادي دجله ومراسلنا العزيز جدا والشاطر فاروق صلاح. فاروق سمعنا، صباح الخير عليك، واكيد كلنا دلوقتي وجماهير الاهلي عايزين يعرفوا اخر التطورات اللي واصله ليها او اللي واصل ليها الفريق، الاستعدادات، الكواليس، ما تم ما بينهم من احاديث وبيتسو موسيماني، خلينا نعرف منك ايه هو الجديد. اتفضل يا فاروق. في البداية صباح الخير يا نهواند، صباح الخير يا كريم، وصباح الخير للكابتن إيهاب المصري. وخليني في البداية نهواند أقول لك كل سنة وأنت طيبة وعيد ميلاد سعيد وسنة سعيدة إن شاء الله. عقبال 1907 سنة وسنة في حياتك إن شاء الله يكون كلها كل نجاح وخير وسعادة بإذن الله. كل سنة وإحنا متألقين مع بعض بجد يا فاروق وناجحين ودايما كده عندنا هذه الروح الجميلة بجد، يعني الواحد حاسس إن هو فعلا بيشتغل وسط أهله ودي مش حاجة مجاملة والله. شكرا ليك جدا. بالظبط يا نهواد، يعني ده برضه في سياق الكلام وكلام الكابتن ايهاب المصري، واحنا بنتكلم صحيح. على الروح، وهي دي اي شيء بينتمي للنادي الاهلي او بيرتبط باسم النادي الاهلي بيكون سر النجاح، هي الروح اللي ما بين افراد المنظومه، اي فرد داخل منظومه النادي الاهلي هو جزء من عائله النادي الاهلي. نقدر بقى نتكلم النهارده يا نهواند على استعدادات فريق النادي الاهلي، يوم جديد وجوله جديده من جولات الدوري المصري. النادي الاهلي النهارده بيواجه فريق وادي دجله في مباراة غاية في الأهمية لفريق النادي الأهلي، طبعا مباراة مؤجلة من الجولة 22 للدوري المصري. نقدر نتكلم إن المران الأخير لمستر بيتسو موسيماني كان عقد يعني محاضرة فنية مع اللاعبين، اتكلم على أهمية هذه المرحلة بدءا من مباراة وادي دجلة، مرحلة صعبة جدا يعني في ظل تحديات كتير وفي ضغوط كتير جدا، لكن دايما رهاننا بيبقى على شخصية لعيبة النادي الأهلي، رهاننا على الروح اللي موجودة باللعيبة النادي الأهلي، وجود الكابتن محمود الخطيب بالأمس مع اللاعبين، وإحنا خلاص يعني اعتدنا نقول ان الكابتن محمود الخطيب دايما موجود في كل التدريبات مع اللاعبين. وجود الكابتن محمود الخطيب بيبقى اكبر حافز، بيوصل رسائل كتير جدا للاعيبه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي دايما بتبقى على قدر المسؤوليه. مستر بيتسو موسيماني اتكلم مع اللاعبين على اهميه المباراه، عدم الاستهانه بفريق وادي دجله وعدم النظر لموقع فريق وادي دجله اللي بيحتل المركز قبل الاخير للدوري المصري، شدد على اهميه المباراه، شدد على ضروره استغلال انصاف الفرص. طبعا كان في مسحه طبيه اجريت للاعيبه النادي الاهلي، عايز اقول اكد لك سلبيه مسحه لعيبه النادي الاهلي اللي اجريت بالامس. ايضا يعني عقب المحاضره الفنيه انطلق المران، مستر بيتسو موسيماني ركز على طبعا على جانب بدني خفيف ثم الجانب الخططي والامور الفنيه اللي بيشتغل عليها،
حاول ينوع شويه الراجل من ان انوع اساليب الشق الهجومي، حاول ان الاختراقات عن طريق العمق عن طريق الاطراف عن طريق الكرات الثابته، حاول ان هو ينوع شويه في الشق الهجومي للنادي الاهلي. عقب المران اعلن عن قائمه بتضم 22 لاعب لهذا اللقاء، علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزه علاء لحراسه المرمى، سعد سمير، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، محمود متولي، محمد هاني، علي معلول ومحمود وحيد لخط الدفاع، خط الوسط عمرو السوليه، حمدي فتحي، اليو ديانج، كريم نيدفيد اللي بيعود، يعني اللي بيعود لقائمه النادي الاهلي، اول ظهور لكريم نيدفيد منذ 10 ابريل 2019 يعني منذ اكثر من عامين، عوده لكريم نيدفيد نتمنى له التوفيق. نستكمل باقي قائمه الفريق، محمد مجدي قفشه وحسين الشحات، كهربا وجونيور اجايه، خط الهجوم ولتر ابواليا، محمد شريف وصلاح محسن ومروان محسن. مستر بيتسو موسيماني طبعا وفضل ان هو يريح لاعبي المنتخب الاولمبي مزيد من الراحه للعناصر اللي كانت بتشارك بصفه مستمره، فضل ان هو يضم فقط صلاح محسن لقائمه الفريق. طبعا الاتحاد المصري كان قرر يعني اسناد هذه المباراه لطاقم تحكيم بقياده ابراهيم نور الدين حكم اللقاء، هيعاونوا سمير جمال مساعد اول، محمد عبد المجيد مساعد الثاني، الحكم الرابع عصام بكر، اثنين على تقنيه الفيديو محمود بسيوني ومحمد يوسف. تقدروا تقولي ان الروح اللي احنا شايفينها النهارده من اللاعبين في مقر اقامه فريق النادي الاهلي، احاديث الجانبيه يعني زي ما كنا بنتكلم على الثنائيات والكابتن ايهاب المصري اتكلم على لقطه محمد شريف مع ولتر بواليا، اكتر اتنين تلاقيهم قاعدين جنب بعض او بيتكلموا مع بعض، محمد شريف مع ولتر بواليا، السوليه مع حمدي فتحي مع ديانج، ثنائيات سعد سمير مع رامي ربيعه، علي معلول مع محمود وحيد، الروح اللي موجوده ما بين لعيبه النادي الاهلي. طبعا النهارده غيابات الفريق النادي الاهلي، وليد سليمان طبعا للاصابه اللي ان شاء الله هيكون موجود مع الفريق عقب مباراه سيراميكا، ايضا ايمن اشرف اللي بيغيب لحصوله على الانذار الثالث، بدر بنون طبعا للاصابه بنزل برد اتمنى له كل السلامه، وايضا استمرار لخماسي المنتخب الاولمبي. برضو يا نهواند برضو من الامور اللي احنا عايزين نقربها من الصوره اكتر، الارقام اللي ما بين الاهلي وفريق وادي دجله. الاهلي ووادي دجله كان التقوا في 17 مواجهه، النادي الاهلي فاز في 12 تعادلوا في 4، بينما فريق وادي دجله كان حقق الفوز في مباراه واحده. فريق وادي دجله برضو عشان نقرب الصوره لجماهير النادي الاهلي من معسكر فريق وادي دجلة، طبعا كان رحل عن القيادة الفنية ماريو سلس، تولى القيادة الكابتن عبد الباقي جمال اللي قاد الفريق في 4 لقاءات، تعادل في 3 لقاءات وفاز في لقاء على فريق أسوان بنتيجة 4-1. مباراة صعبة جدا، مباراة مهمة جدا في مشوار النادي الأهلي، أتوقف عليها الكثير من الأمور. إن شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الأهلي، كلنا ثقة في لعبة النادي الأهلي. أنا موجود معاك يا نهواند، موجود معاك يا كريم لو في أي استفسار أو أي تسأل، وأيضا الكابتن إيهاب المصري. انت معودنا دايما ان التغطيه بتاعتك بتكون اكثر من رائعه ومتكامله حقيقي يا فاروق، بس انا عايزه اروح معاك لنقطه اخيره جدا، طبعا الرطوبه اللي احنا عايشين فيها وبنشهدها جميعا، وهي بتؤثر مش بس على يعني الجو العام، هي بتؤثر كمان على النفسيه العامه، فطمنا هل في مشاكل؟ التدريبات كانت امبارح وقبل امس كمان تمت يعني كلها بشكل ناجح، ما فيش اي تاثير سلبي من ناحيه الرطوبه وارتفاع درجات الحراره يعني اللي كلنا بنشهده؟ خلينا برضو نعرف منك ازاي حصل تدريب على هذه النقطه، لان هي متعبه جدا بصراحه. نهواند خليني اقول لك ان انت اثرت نقطه في غايه الاهميه، يعني بيترتب عليها وتقف عليها ان كان في جلسه جمعت ما بين المستر بيتسو موسيماني والدكتور عبد الرحمن سعيد طبيب التغذيه في النادي الاهلي لتحديد بعض الامور، سواء السوائل سواء الماكولات الخاصه بلعيبه النادي الاهلي، طبعا في ظل هذه الفتره في ظل ارتفاع درجات الحراره وان اللعيبه بتفقد كتير جدا من السوائل. مستر بيتسو موسيماني بالفعل كان اجتمع مع طبيب التغذيه في النادي الاهلي وافراد الجهاز الطبي، يعني ان يحاول ان يوازن الامر في هذه النقطه. ايضا الجانب النفسي بقى او الاعداد النفسي في هذا السياق، لعيبه النادي الاهلي الدور الكبير جدا اللي بيقوم به الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سامي قمصان مع اللاعبين وتحفيز اللاعبين. في درجات حراره عاليه جدا، في ضغط مباريات، في تلاحم كبير جدا، لكن الحاله النفسيه او الحاله المزاجيه عند لعيبه النادي الاهلي نقدر نقول على افضل ما يكون، شايفينها النهارده في المنعكس على اللاعبين، كل سبل الراحه بتوفر لعيبه النادي
الاهلي. خليني برضو اكد على الدور الكبير جدا اللي بيقوم بيه مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب في توفير اكبر جو او مناخ مناسب للاعبين في المقر في الفندق اللي احنا موجودين فيه، حاله من الهدوء. يعني دايما مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن الخطيب او الجانب الاداري بيحاولوا يوفروا كل يعني عناصر النجاح لمنظومه النادي الاهلي، علشان كده دايما بنقول النادي الاهلي هيفضل فوق الجميع والنادي الاهلي دايما بالجميع. رائع جدا جدا، واحنا هنختم بالجمله بتاعتك الجميله دي. شكرا ليك جدا يا فاروق، وسلم لنا بقى وتحيه كبيره جدا طبعا مننا لكابتن باتسو وكابتن سيد وكابتن سامي وكل الجهاز الفني وكل اللعيبه، ربنا ان شاء الله يوفقهم النهارده. شكرا ليك يا فاروق. طبعا كلامنا مع كابتن ايهاب مازال مستمر، ولسه عندنا اسئله كثيره متعلقه سواء بمباراه النهارده او حتى برؤيتك للقادم ان شاء الله والمباريات اللي الاهلي هياخدها الفتره اللي جايه، واللي زي ما كنت بتقول من شويه ما فيهاش مساحه حتى لتعادل. لا طبعا. يعني فهنرجع للنقطه دي، بس نستاذنك نطلع الاول فاصل ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، عوده من جديد لعشرة الصبح في الاهلي، وطبعا بنكمل كلامنا مع كابتن ايهاب، وكنت بساله قبل الفاصل مباشره عن رؤيته للي جاي، الماتشات اللي جايه في مشوار ورحله النادي الاهلي في الحفاظ على صداره الدوري. طبعا اللقب الاحب من وجهه نظر الكم الاكبر من مشجعي النادي الاهلي عبر التاريخ، دي مش حاجه جديده، دايما الدوري ليه خصوصيه شديده جدا. خصوصيه شديده، الناس لسه بطوله افريقيا يعني ما كملناش اسبوعين، الناس نسيت بطوله افريقيا ومركزه طبعًا. وشغلها الشاغل هي بطوله الدوري الممتاز. اكيد طبعا النادي الاهلي يعني مكتوب على جمهوره ومكتوب على لعيبته وعلى مجلس ادارته اي بطوله بيشارك فيها لازم يحققها ولازم ياخدها، بس لازم الجمهور يعرف ان دي كوره ودي رياضه في الاول وفي الاخر. انت بتفضل منافس لاخر نفس في البطولات كلها، بتبقى المرشح الاول طبعا، ده بتحس المبدا اكيد بتحقق. بس انا عايز اسالك على رؤيتك للي جاي، شايف ان الاهلي مش بس في مباراه النهارده على فكره، شايف هل هيبقى فيه يعني خطط هجوميه صريحه هنشوفها الفتره الجايه سواء بقى من خلال اختراق راس حربه واحد راسين حربه من الجناح، يعني ايا كان هيبقى كله هجوم بس اللي جاي للنادي الاهلي في الدوري هجوم فقط؟ النادي الاهلي حتى لو مش اللي جاي اللي فات واللي هيجي بعد كده، النادي الاهلي سيستم واحد وطريقه واحده، النادي الاهلي كل طموحه وكل هدفه المكسب، سواء ماتش السنه دي في بطوله الدوري او الماتشات اللي جايه في بطوله الدوري او الدوري السنه الجايه او بطوله افريقيا، لان النادي الاهلي دي الطبيعه اللي اتعودنا عليها. بس انت ممكن المكسب لو ظروف المباراه مختلفه حبتين توصل للمكسب اللي انت عايزه، بس بتكنيك مختلف مثلا، انت تستنزف قدرات الفريق اللي في الاول اللي بيلعب. مع احترامي لقوه وقوه الانديه المصريه، بس النادي الاهلي يعني هو الفريق الاقوى في الدوري المصري مع نادي الزمالك طبعا اللي نتمنى له كل احترام، هما الاثنين اعلى فنيا في المستوى الفني على الانديه الثانيه، فبيكون نازل ليه الاولويه وليه المبادره الفنيه الاقوى، واللي هو اللي يبدا هو يكون الفعل، ما يكونش رد الفعل. النادي الاهلي دايما هو الفعل، الانديه الثانيه او الخصوم بتبقى هي رد الفعل للنادي الاهلي، فده اللي متعودين عليه. فالنادي الاهلي اعتقد مش هيقل عن الكلام ده الفتره اللي جايه، يقدر يخلص ماتشات بالتكتيك اللي حضرتك بتتكلم عليه مثلا، في ماتشات ليها اسلوب معين، لكن هي طريقه اللعب 4-2-3-1 مش هتتغير. لكن مع ظروف اللقاء ممكن اغير، احط بقى اطلع مثلا لعيب بنص الملعب واحط مهاجم تاني زي ما بيحصل كتير الفتره اللي فاتت، يعني بيسحب مثلا في ماتشات سحب ياسر ابراهيم ونزل بواليا ويرجع مش عارف قفشه في نص الملعب وبعد كده بيرجع بنون، يعني في معطيات كتيرة على حسب المتغيرات اللي بتحصل في اللقاء. كل ماتش وليه ظروفه، كل ماتش وليه لعيبته، وكل ماتش وليه اسلوبه اللي يدار بيه، لكن السياسه والسيستم والاسلوب من اول اللقاء واحده، والهدف واحد الهجوم، واللي انا احاول اخلص اللقاء بدري عشان ما اخشش، لان انت الماتشات اللي زي دي طول ما الوقت بيعدي انا كدجله او انا كنادي تاني باخد الثقه، بحاول اخد الثقه، ولو قدرت كمان بعد لما تحرز هدف في الاول لازم تغطيه بهدف تاني عشان تخلص الامور تماما، وتحاول بقى ايه في الظروف وضغط المباريات تعمل الروتيشن اللي بنتكلم عليه، تقدر تريح بعض العناصر اللي منهكه او مضغوطه من ضغط المباريات اللي فاتت، فتقدر تغير اللعيبه دي وتقدر تسحب اللعيبه وتنزل لعيبه ثانيه وتديهم فرص، زي ماتش اسوان مثلا لما محمود متولي بعد غياب قدر ياخد، لان كانت النتيجه او اللقاء كان فيه شبه اريحيه شويه، اي نعم حصل شويه ضغط في الاخر، بس اللعيبه قدرت، محمود متولي ادى بشكل كويس لما نزل، سعد لما نزل كان بشكل كويس، فده اللي مستر المسلمين برده بيدور عليه الفتره اللي جايه. هيبقى في ماتشات، انت عندك بعد يومين ماتش سيراميكا، فلازم اللعيبه النهارده تحاول على قد ما تقدر تخلص برده الماتش بدري، عشان كل ما الماتش بيتاخر في نتيجته ده بيعمل ضغط عليك طبعا. بيعمل ضغط عصب عليك وبيعمل ضغط ذهني وبدني وكل حاجه عليك وعلى جمهورك، عندك ماتش كمان يومين فده بيتحمل عليك
اكتر فلازم تريح نفسك. فده هيحصل من خلال زي ما هو فاروق قال مثلا الاستغلال انصاف الفرص. النادي الاهلي بيوصل للجول كتير قوي، بيوصل للجول من الاطراف من العمق عن طريق قفشه، عن طريق حسين، عن طريق كهربا، محمد شريف بتحركاته من ورا المدافعين بشكل كويس جدا. وان كان الفتره اللي فاتت برده محمد شريف وده طبيعي مش هو محمد شريف بس بيقدر يجيب جون وبيقدر يمارس هوايته، يعني ربنا يبعد عنه شر الاصابات، يعني بيأدي بشكل كويس جدا. انا شايفه ممكن يكون برده مجهد بشكل كبير جدا اللي كان عليه ضغط كبير جدا صحيح. في بطوله افريقيا بس وعليه امال ضغط وامال كبيره ودي 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 مسؤوليه كبيره مش اي حد يقدر يتحمل المسؤوليه اللي على عاتقه ودي حاجه صعبه جدا. فهو دي تبين لك اللي هو لعيب كبير لان دي تفرق كتير جدا اللعيب اللي يكون عليه ضغط وامال وطموح جمهور النادي الاهلي الكبير ده وانا اكون على قدر المسؤوليه. فانا بتمنى له كل التوفيق ويستمر على اللي هو فيه لان لسه قدامه المشوار طويل جدا ان شاء الله. لا تشرفنا بوجودك معانا للاسف وقتنا خلص الوقت جري معاك بسرعه. لا انا بكون سعيد جدا والله معاكم والاجواء معاكم بتبقى جميله جدا بصراحه. نورتنا يا كابتن ايهاب. وكابتن ايهاب اصلا يعني اسم غني عن التعريف من الناس اللي كانت عامله فرق كبير جدا وحضرتك كنت يعني رائع جدا وقت طبعا اللعبة. انا الاول طبعا اقول لك كل سنه وانت طيبه وسنه سعيده يا رب. هو بكره ان شاء الله الرسمي بس انا بحتفل بقالي اسبوع يعني سنه ان شاء الله باذن الله كلها خير ليك يا رب. دايما مع بعض كلنا وناجحين ونحقق اللي بنتمناه والتوفيق لحضرتك كمان في الخطوات اللي جايه. ربنا يوفقك من المعلقين حتى المتميزين جدا يا كابتن ايهاب. شكرا ليك يا كيمو. عقبال مليون سنه وربنا يسعد لك ايامك وكل سنه وانت طيبه واكيد احنا جميعا يا رب بخير. الشكر موصول لكل حضراتكم على حسن المتابعه. ان شاء الله يكون ويك اند سعيد عليكم جميعا ونشوفكم على خير يوم الاحد الجاي باذن الله. صباح الفل.